التقى صباح اليوم معالي رئيس الحكومة بايمي باتاكي ألبير بمكتبه بمدير مجموعة شركة توتال في دول إفريقيا المركزية والشرقية جان كريستيان، حيث تطرق الجانبان سبل تعزيز تعاون الشركة مع الحكومة التشادية. تقرير حسن درمود. استقبل معالي رئيس الحكومة باهيمي فتاكي ألبير مدير العمليات لمجموعة شركة توتال بإفريقيا المركزية والشرقية جان كريستيان بيرجران، الذي قام بزيارة ودية لرئيس الوزراء. تتناول الطرفان خلال هذا اللقاء المشاريع التنموية التي تقوم بها مجموعة شركة توتال في تشاد. وأكد مدير مجموعة توتال بأنه قد تشرف بالمقابلة مع رئيس الوزراء، ويتمثل الغرض من المقابلة أولا في تأكيد التزام مجموعة توتال في تشاد بأن تقوم بأنشطة تنموية، منها زيادة عدد محطات التزويد خلال السنوات القادمة. كما سمحت له هذه المقابلة مع رئيس الوزراء مناقشة عدة مواضيع مثل الصعوبات التي تواجهها توتال في تشاد والأمل على تذليلها لكي تتمكن المجموعة من أداء عملها بصورة جيدة. مدير الشركة عبر عن رضائه التام بالمقابلة التي تناولت جزء من المشروعات المستقبلية التي تتمثل في تكثيف أنشطة توتال في تشاد والعمل في مجال الطاقة الشمسية. وأكد بأن رئيس الوزراء طمأنه وقدر التزام مجموعة توتال في تشاد، كما قدر جهودها وعزمها على إقامة مشاريع مستقبلية في تشاد.